السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد والذي سوف نتعلم سويا طريقة إنشاء ميكستيب احترافي كما الذي ترونه أمامكم. لهذا العمل نحتاج إلى بعض الملحقات تتمثل في صورة علم الجزائر، الخلفية وصورة الفنان، ولدينا هنا وضعت لكم اسم الخطوط التي سأستعمله في هذا الدرس. جيد، نبدأ سويا مباشرة. نذهب إلى قائمة فايل ثم نيو، نضع هنا 800 أسفل 800 وريزولوشن 72 ثم نضغط أوكي. نأتي بالخلفية، نسحبها بهذا الشكل، نضغط على هذا الرمز ثم نضغط كليك يسار ونسحب نحو اليمين، نكبر الشكل بهذه الطريقة. جيد، نضيف طبقة جديدة ونقوم بملئها باللون الرمادي. قد يسأل بعضكم لماذا اللون الرمادي؟ اللون الرمادي يستعمل لموازنة الألوان، سترون النتيجة لاحقا. جيد، نغير الوضع هنا إلى كولور ثم نأتي بالعلم الجزائري بهذا الشكل، نضغط هنا كما رأينا مسبقا ثم نضغط ونسحب نحو اليمين، نقوم بإمالة الشكل بهذا الشيء ثم نختار overlay. هكذا نضغط كنترول ونحدد جميع الطبقات ونقوم بإضافتها إلى مجموعة جديدة لنعطي لها اسم، مثلا اسم الخلفية. جيد، الآن نأتي إلى هذه الصورة، صورة المغني الراب، نقوم بسحبها إلى برنامج فوتوشوب. الآن سوف نقوم بإضافة بعض التأثيرات عليها ومن ثم قصها. نذهب إلى فلتر ثم توباز لابس ثم توباز ديتايل 2، ننتظر قليلا إلى أن يتم تحميل فلتر. نختار فلتر بولد ديتايل، نقوم بإنقاذ القيمة من هنا قليلا ثم نضغط أوكي. جيد، والآن نضغط على رمز القفل مرتين ثم نضغط أوكي. نختار أداة البن تول، سأكبر قليلا، نختار أداة البن تول ونقوم بقص الصورة بهذا الشكل. سأوضح لكم خطوة وأنتم تكملون. نضغط سيلكشن ثم اوكي ونضغط من لوحة مفاتيح سيبريمي هكذا، ثم تقومون بقص كل الأجزاء الزائدة، ثم بعد ذلك نلتقي سويا لنكمل هذا الدرس. بعد أن نكمل القص نقوم بنقل هذه الصورة إلى عملنا بهذا الشكل، نضعها في الوسط بهذه الطريقة. نذهب إلى هذا الشيء من هنا ثم نختار color balance، سأختار نقوم بالتعديل هنا. بهذا الشكل تختار ما هو أنسب إليك
وماذا تفضل؟ صار كذا، نضيف مجموعة جديدة ونعطي لها اسم تأثيرات، نضيف طبقة جديدة، نقوم ملئها باللون الأسود، وبعد ذلك نختار نبحات تكون بمقاس كبير. فرشاة يجب أن تكون فرشاة ناعمة، نختار بمقاس كبير، تضع هنا 1000 مثلا، ونقوم بالمسح هكذا، نصغر قليلا، بهذا الشكل. نضيف طبقة جديدة، نذهب إلى أداة التدرج Guardian Tool، يجب أن يكون هنا، يجب أن نختار اللون الأسود مسبقا، ثم نختار هذا الخيار من هنا، نقوم بالضغط والسحب نحو الأعلى بهذا الشكل، نضاعف الطبقة وننقص من قيمة الوضوح قليلا، جيد. بعد ذلك نقوم بإرجاع المجموعة كما كانت، نضيف مجموعة جديدة ونعطي لها اسم مثلا العناوين، العناوين، نختار اللون الأبيض للكتابة، ثم نختار خط، وضعت لكم اسم الخط مع الملحقات، هذا هيك تاور تكست، هيك نعم هذا الخط، نقوم بتكبير هكذا، ثم نكتب لطفي. سوف أغير قليل من إعداد الكتابة، نضع هنا 0 هكذا، ونقوم بتصغير الكتابة ونضع في الوسط، والآن يجب علينا نكتب لطفي دوبلكانو اسم مزدوج، نكتب دوبل كانون، نقوم بتصغير الكتابة بهذا الشكل ونباعد بين الأحرف بالضغط على هذا الرمز والسحب نحو اليمين، نزل الكتابة قليلا، سأكبر الصورة ليتضح لنا الأمر، بعد ذلك سأكتب مغني راب جزائري باللغة الإنجليزية Algerian rapper، بهذا الشكل نضعها أسفل الكتاب الذي قمنا بكتابته سابقا. نقوم بإبعاد الأحرف عن بعضها البعض لكي نحدث بعد التناسق بهذا الشكل، نحدد كل الطبقات ونزولها إلى الأسفل بواسطة لوحة المفاتيح، جيد. الآن نذهب إلى هذا الخيار لكي نرسم النجمة، نضغط كليك يمين ونختار Custom Shape Tool، ومن ثم تذهب إلى هنا تختار All، تضغط OK وتبحث عن النجمة، لدينا هنا النجمة، تضغط على Shift وتقوم
برسم نجمة هكذا ليعطي منظر جميل. نقوم بمضاعفة الطبقة ونقوم بإبعادها إلى الجهة الأخرى. بعد ذلك من هنا نكون قد أكملنا الدرس، ويمكنك إضافة حقوق التصميم. نختار خط Impact Design، نقوم بتصغير بهذا، تصغير الكتاب بهذا الشكل، ونباعد الأحرف. كان هذا درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم. لنلتقي في دروس أخرى إن شاء الله. سلام.